طيب في الحقيقة عندي أكتر من موضوع كده حابب أتكلم فيه مع حضراتكم وإن إحنا نفكر بعض بيه بالتحديد، يعني خصوصا إن خلال الساعات اللي فاتت كده كلام كتير جدا على السوشيال ميديا، ويعني بعض الجماهير يعني بيبقى دايما بيحب لاعب أو متعاطف مع لاعب بشكل كبير جدا، وده حقه مفيش مشكلة. يعني أنت ممكن تكون بتحب لعيب، معجب جدا بإمكانياته، معجب جدا بقدراته، شايف إن هو لعيب مفيد جدا، كلام من ده. لكن في نفس الوقت الناس واضح كده ان هي بتنسى اهميه المرحله. احنا عايزين يا جماعه نفكر بعض ان الاهلي في مرحله مهمه جدا في مختلف البطولات، مش عايزين نشتت نفسنا بمين قاعد مين ماشي مين رايح مين جاي. الكلام ده احنا كجمهور او كاهلاويه او كناس بتحب النادي الاهلي لازم نركز في كيفيه مسانده الفريق، كيفيه التركيز على المرحله الحاليه. تخيل احنا عندنا الماتش اللي جاي بكره مع المقاولين العرب، مباراه قمه في بطولة الدوري، الفريق اللي هو في المركز الثاني. الماتش اللي بعده للأسف وهتكلم في الجزئية دي مباراة المقاولين، بعديها بيومين على طول 48 ساعة تلعب الماتش بتاع المقاولين، وبعد كده تخش بقى على مباراة غاية في الصعوبة، مباراة النجم الساحلي. فهل من المنطقي إن احنا دلوقتي نشغل نفسنا بأمر آخر غير اللي يفيد الفريق أو غير اللي يكون في صالح الفريق؟ لعيب فلاني أو لعيب مش عارف إيه، أصل لو النبي قعد ده، أصل ده لعيب كويس جدا، طب لو النبي يديله فرصة أو الكلام ده ما يخصناش إحنا. الكلام ده مش بتاعنا إحنا، الكلام ده بتاع الجهاز الفني المسؤولين في النادي الأهلي، هم أدرى الناس بمصلحة الفريق. وده حقيقة يا جماعة، إحنا بنتكلم بشكل واقعي شوية. ممكن البعض يكون يزعل شوية من الكلام ده، أو البعض يقول لك لا ما هو برضه في لعيبة جامدة ما ينفعش إن هي تمشي، ما هو برضه مش أنت برضه في نفس الوقت أنت محكم بقايمة، محكم بعدد لاعبين معين، فبالتالي مش من مصلحة خالص النادي الأهلي خلال الفترة الحالية ومش مصلحة جمهوره إن احنا نشتت أذهان اللاعبين أذهان الجهاز الفني بخصوص مين قاعد مين ماشي. الكلام ده ليهم مطلق الحرية، احنا مش بنشجع لعيب، احنا بنشجع كيان، احنا بنشجع نادي، بنشجع اسم الأهلي أيا كان مين اللعيب اللي موجود. فبالتالي كلنا ورا الأهلي، كلنا بندعم الفريق بشكل كامل عشان الأهداف تتحقق. لما الهدف بيتحقق بيتقال فريق النادي الاهلي فاز ببطوله كذا كذا كذا، ما بيتقالش اللعيب الفلاني اللي في النادي الاهلي، هي مش لعبه فرديه، هي لعبه جماعيه، مش هيتقال هو اللي جاب البطوله. الاهلي يا جماعه عمره ما بيقف على اللاعب، لكن اللاعب هو اللي ممكن يقف على الاهلي، يقف على فرصته مع الاهلي. فدي جزئيه مهمه جدا لازم نركز يا جماعه في المرحله اللي جايه. عندنا تحديات صعبه قوي، صعوبات كتيرة جدا كمان تتمثل سواء في إصابات، ضغط مباريات، ظروف، عقبات بتقابل الجهاز الفني، مواعيد مباريات كمان. فلازم يكون تركيزنا كله منصب في الجزئية دي. ده أمر مهم جدا حبينا إن احنا نتكلم فيه مع حضراتكم في بداية الحلقة.